Oui, on voit le tableau et la vecteur d'un sachet. Oui, le tableau, la présentation. Je vois le tableau en général. Tableau, حاجة نظم بها مجموعة من المعطيات، مجموعة من الدوني. دونك اللي هو كيما ليكزومبل هذا ستريكتير، الشكل نتاعو مثلا مسمينو تي، شنو حط لك فيه؟ حط لك فيه ان اونسومبل دي زونتي، معناها لهنا قداش من اونتي؟ حط لك فيه 6 اونتي. ليش قال لك لهنا في البريزونتاسيون ابيلي اوسي تابلو ان ديمونسيون، يعني تابلو عنده ديمونسيون واحده، لانه ثم ما يسمى بالماتريس. الماتريس هو دو ديمونسيون. انتم مش كون باش تقروا الماتريس، باش تقروا كان التابلو اللي هو عنده ديمونسيون واحده. ده شنو الفايده نتاعو التابلو؟ il permet le regroup d'un ensemble d'éléments de même type. ده حطوا في بالكم انه التابلو ما تنجم تحط فيه كان دي دوني عندهم نفس التيب. اش معناها نفس التيب؟ معناها كي نقول لك ان تابلو باش نعبيه دي زونتي، راني باش نحط فيه كان دي زونتي، باش نعديه بلي ريال باش نحط فيه كان دي ريال، كاركتير نحط فيه دي كاركتير، شين نحط فيه دي شين دي كاركتير. معناها ما تنجمش تحط في تابلو حوايج مش ما عندهاش نفس التيب، مثلا تحط ريال وكاركتير وشين، ما تجيش ما تقابلش بعض. دونك هذاك علاش قال لك ديليمون دو ميم تيب، يعني انت من الاول في التابلو تختار التيب نتاع لي زيليمون نتاع التابلو نتاعك. ب نعم كيفاش ابيلي اوسي ان فيكتور؟ فيكتور اسمه يا يتسمى اون، يعني تابلو ان ديمونسيون، هذاك اسم جيست اسم كيما لهنا قلت لك هاو في العنوان نتاعك. كي نقول لك تابلو الى فيكتور زاد نفس الشيء، كي نقول لك فيكتور يعني نقصد عليه انه ان تابلو، فهمت؟ يعني مسميات فقط، يتسمى فيكتور والا تابلو. ب يعني انت علاش عطاك الفيكتور والتابلو؟ كي يجيك في اكزرسيس يقول لك ان فيكتور ولا رومبلير ان فيكتور، تفهم تعرف انت راهو يقصد التابلو. ب لهنا عطاك اكزامبل نتاع التابلو، اش حط فيه لهنا؟ حط فيه دي زونتي. تابلو هذا اسم التابلو نتاعك هو تي. لي زيليمون اللي موجودين في التابلو هما دي زونتي 15 6 0 17 216، هذوكم لي زيليمون نتاع لي تابلو. وشنو ما دومك 0 1 2 3 4، هذيك لي زانديس والا لي بوزيسيون، لي بوزيسيون تاع شاك اليمون. هذا يتسمى مثلا دي ليمون 6، هذا لانديس نتاعو في التابلو 2. باش نكونوا واضحين، ديما في التابلو اول اليمون لانديس نتاعو 0، يعني كي نقول ليليمون دانديس 0 راهو هو ال 15، ليليمون دانديس 1 هو الموانسون ليليمون دانديس 2 هو 6، ليليمون دانديس 3 هو 0. دونك لهنا لوطانية هي الانديس نتاع اليمون، والا نقولوا البوزيسيون نتاع اليمون، هذا اليمون بحد ذاته. باش كي نجيك مرة نقول لك الانديس نتاع الزيرو، تعرف اني نقصد على البلاصة نتاعو وين موجود. به دونك مثلا نعطيك لهنا اكزومبل، هو لا سانكيام كاز، سانكيام كاز يقصد الكاز لانه بدينا من الصفر، دونك الكاز نعني بها السانكيام كاز اللي هي نفسها لانديس. كي نقول الكاز والا لانديس، لانديس نتاعها هي كاز، يعني لهنا لي ليمون دي سيت لانديس نتاعو قداش؟ لانديس نتاعو كاز. يعني كي نجي شنو نستفادو منها لانديس؟ يعني كي نكتب تي دو كاز، اش معناها تي دو كاز؟ تي دو كاز معناها راو اونتر كروشيه، هذه هي لانديس نتاع لي ليمون في التابلو تي. دونك كي نقول تي دو كات، يعني لي ليمون دو تابلو تي دانديس كات. نلوج على دانديس كات كيفاش تلوج؟ صفر واحد اثنين
3 4 ليليمون دان دي 4 هو شنو هو دي سي هاو نكتب لك ايغال دي سي دونك كي نكتبو تي اونتر كروشي لانديس نتاع ليليمون يعني نقصد ليليمون البوزيسيون نتاعو 4 به لو كونتينو دو 4 دان دي 4 هاو ني ايغال دي سي به ديكلاراسيون كي تجي ديكلاري انت في الالغوريثميك تابلو عندك طريقتين يا تكتب نو نتاع التابلو نتاعك وتكتب تابلو دو تاي اي دو تيب اليمون مثلا كيما لهنا اش كتب كتب لك تي كونتيان 6 اليمون دو تيب اونتي يعني شنو باش تعمل باش تكتب له كيما عطيك لهنا تابلو دو 6 اونتي تابلو دو 6 اونتي لهنا علاش لهنا لانه قال لك اسم التابلو نتاعنا فوق هذا شنو اسمه تي هذاك علاش قال لك هو النوم تاع التابلو نتاعك في لوبجي والتيب ناتير شتا تكتب سي تان تابلو دو تاي وتحط التاي نتاعو وتحط التيب احنا قديش التاي تاع التابلو نتاعنا لهنا في ليكزومبل 6 لانه مكتوب بدينا من زيرو دونك 6 اليمون والتيب نتاع شاك اليمون شنو اونتي دونك تكتب تي ايغال تابلو دو 6 اونتي واضح لهنا شنو باش نكتبو تابلو دو 6 اونتي الميثود الثانية تستعمل التي دو نوفو تيب تابلو دي زوبجي دو نوفو تيب تابلو ديكلاراسيون هذيك اش تكتب اول حاجة تيب تكتب التيب نتاعو تابلو تاي ريمون مثلا نكتبو لهنا تاب هنا تاب في الاكزامبل اللي فات في الميثود الاولى اش كتبنا لحظة نكتب هي لكم بالواضح باش تفهموني هكذا كي نتحدث نجم فما شكون ما يفهمنيش دونك كي نعمل هكا فهموني ليه لهنا في الوحدة الأولى اش عملنا تكتب اسم التابلو نتاعنا لوجي تعمل اسمه تي ولهنا باش تكتب تابلو نتاع شنو تابلو دو 6 اونتي دو دي 6 اونتي دو 6 هذه هي الميثود الاولى لهنا شتا تعمل مثلا ديكلاري تيب في بلاصة التيب شتا تعمل تصنع انت تيب تسميه مثلا كيما تعملوا انتوما قبل تاب وتعمل ايجال شنو تابلو دو 6 اونتي نفس الحكاية مي هذاك في ال تي دو نوفو تيب تابلو ديكلاراسيون دي نوفو تيب تدي ان تي تكتب كيف هكا تابلو دو 6 اونتي ولهنا اش تكتب تكتب تي النوم تاع التابلو نتاعك وتحت التيب تعمل تاب شفت الفرق لهنا الميثود الاولى جيست تكتب تي ومن بعد قدامها تكتب تابلو دو 6 اونتي مي في الميثود الثانية تعمل تابلو لولاني عندنا نوعين لهنا نوع تي دو نوفو تيب تصنع شنو باش تصنع به تيب معين التيب اللي صنعناه هو شنو سميناه تاب اللي هو تابلو دو 6 اونتي من بعد شو عملنا اسم التابلو الاصلاني اللي عطيهولك في الاكزرسيس اللي هو تي والتيب نتاعو هو شنو تاب اللي صنعته واضح نسيناش نقولو التيب تابلو كيفاش؟ عطيتك لي دو يعني نكتب تابلو لا في بلاصة التاب تكتب أي اسم أي فاريابل تحب عليه جيت نختار التاب اختار أي حاجة إكس إي زيد اللي تحب تابلو اللي تحب أنت واضح؟ هذاك جيت فاريابل تسميه أنت كيما تحب باهي لهنا لامبليمونتاسيون كيما عرفنا لامبليمونتاسيون في الالغوريتميك بالطبيعة وين نقول لك اخدم لي الجوريثم والا سو بروجرام والا حاجة بالطبيعة انت راه اول ما تبدا باش تعمل الديكلاراسيون تاع التابلو نتاعك اللي باش تخدم به هذا في الالغوريثمي نفترضوا لو جيت تخدم في اكزرسيس على البيتون على التوني لازمك تعرف تعمل لامبليمونتاسيون او بيتون يعني ديكلاراسيون في البايثون شنو ها هما الديكلاراسيون في التابلو عندك طريقتين اول حاجة شنو هو الفروم لامبي امبورتي توال هذه سي تان بيبليوتيك بيبليوتيك شنو البيبليوتيك هذه الفايدة نتاعها كي تقول له انت الاري هذه يعرفها الاري سي تان تابلو لو ما تحطلوش فروم نامبي امبورت ايتوال ما يعرفش الاري يخرج لك ايرور يقول لك راني الاري
ما عرفتهاش. دونك الفايده نتاع البيبليوتيك انك كانك تقول وراي الاري موجوده على البيبليوتيك هذيك، كي انت تستعمل الاري يعرفها انها موجوده في البيبليوتيك اللي عملت لها امبورتاسيون، دونك ما يخرجلكش ايرور. دونك لهناش معناها كيفاش عملت لهنا الديكلاراسيون، سميت تابلو سميتو تي الري معناها سيتان تابلو اونتر بارونتيز معناها هذه معناها راه سيتان تابلو دي زون دي زونتي والتايم تاعو 5 واضح. في ليكزامبل الثاني هذه الميثود، هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه ديكلاراسيون دان تابلو، في بلاصه لا تكتب فروم نامبي امبورت ايتوال تعمل امبورت نامبي از ام بي از ام بي. اش معناها هذه؟ باهي لهنا نفسها هي امبورتاسيون تاع بيبليوتيك، مي جيست الطريقه نتاع الديكلاراسيون تختلف شوي. في بلاصه لا تكون تكتب اري تولي تكتب ام بي بوان اري. الام بي سي تان البيبليوتيك اللي باش تخدم بها اللي موجود عليها الري، هذيك علاش كتبت بوان. اش معناها بوان؟ البوان معناها راهو الري هذاك التابلو اللي باش تعمل له ديكلاراسيون موجود في وسط البيبليوتيك ام بي. واضح؟ اللي هي الام بي شنو هو؟ اللي هي النامبي. البيبليوتيك اللي عملت لها امبورتاسيون انت ما عملت لها اختصار سميتها ام بي، بعد ما سميتها ام بي هي البيبليوتيك هذيك شنو الفايده نتاعها؟ انا باش نمبورتو منها الاري. دونك كي نكتب ام بي بوان اري راني نقصد باش نعمل باش نخدم بالتابلو اري اللي موجود في وسط الام بي. نفس الشيء لهنا سي تان تابلو دي زونتي دو 5 اونتي، هذه تعمل بها التيب نتاع الكاز نتاعك فوا 5 هذاك 5 سي لو تاي دو تابلو تي. معناها انت كي بالك عندك 10 ولا 20 حط التاي اللي تخدم به في التابلو نتاعك يعني حسب الاكزرسيس. باهي الاكزرسيس لهنا عندنا باش نعمل ديكلاراسيون تاع تابلو حسب ما شفتوا لهنا، سوا لي فيكتور تي فيكتور يعني تابلو سويفون رومبلي بار 5 ريال سي تان تابلو دو 5 ريال كوم سوي. قال لك اول حاجه ديكلاري للتابلو تي اون الغوريتميك. لهنا كيفاش باش نعملوا الديكلاراسيون؟ باش نخدموا كيما وريت لكم تو. هي نفسها شفتها لهنا باش نديكلارو التابلو تي اللي هو قداش؟ سي تان تابلو دو 5 ريال. دونك كان خدمنا بالميثود الاولى اش تعني نكتب؟ كان نكتب تي وقدامها التابلو دو 5 ريال. دو 5 ريال. وكان خدمت بالثانية لهنا الفوق باش نعمل لهنا سامحوني لحظة في التي دو نوفو تيب باش نكتب مثلا تاب إيكال تابلو دو 5 ريال من بعد تجي لوطة تي وقدامها تا نفسها الوطنية هذه تبقى نفس تي في التابلو نتاعنا وتعمل تاب. هذه السؤال الأولاني ديكلاراسيون في الألغوريتميك. ديكلاراسيون في الألغوريتميك كيما كيك شنو هو ديكلاراسيون في الألغوريتم؟ مش نورمالمون هيك تي دو اي ايكال اتونسيون تي دو اي ايكال شنو؟ نو نخدمو فيها في بين الالغوريتم تي دي اي مش عارفه. لا لا يعني كيما في البايثون. لا لا ها هذه الالغوريتم كيفك لوبجي نتاعك تي دي او لهنا التي سي تان تابلو دو سان كريي هي في الميثود الاولى انت مخيره باش تخدم بين ميثود. الميثود الثانيه هي هذه تعمل التيب يعني تابلو دو نوفو تيب تكتب تاب ايجال تابلو دو سان كريي ومن بعد في التي دي او لهنا باش تعمل تي قدامها تاب. تي دو اي هذيك لا كانش باش نباركوري بالتابلو ولا حاجه وقتها باش تخدم بالتي دو دي، ما عندناش لا كونتور لا حتى شيء لهنا ما عندها حتى دخل الاي. باهي ديكلاراسيون نتاع التابلو اون بيتون هاي اللي كنا نخدمو فيه. عندكم طريقتين لهنا، يا تخدم باللولة هذه باش
ستعمل هنا يا تختم بهذه ستتبدل فيها هذه تي يقال الري لأنها في بلاصة الإند شتولي فلوت فلوت فوس فوسان هذه الميثود الأولانية فلوت فوسان الثانية الثانية شنو باش يتبدل فيها جيت هذي زادا فلوت والبقية وني انفورت نمحي اصلا زي من بعد تختم بهذيك والبارونتيز هذيك في اللفت يعني سهلة برشا هذه جيست الديكلاراسيون يعني انت وقتاش تستعملها هذي كي بالك عندك اكزرسيس تخدم على تابلو راهو اوتوماتيك في البايثون في التوني راهو لازم تعمل لانستريكسيون هيك تعمل لامبورتاسيون تاع البيبليوتيك نتاعك مادام تخدم على تابلو وتعمل الديكلاراسيون والا كي تجي انت تخدم له في التي يخرج لك ايرور يقول لك راني ما عرفتوش دونك هذاك علاش الفايده لازمك الديكلاري تابلو نتاعك قبل ما تخدم به ليه دوني لو كود بيتون بيرميتون دافيشي لو كونتينو دو تابلو نعم حتى في الالغوريتم ديكلاري ما قبل ما نخدم بها بالطبيعة انت شفت انت في اكزامان في اي اكزامان تخدم تيقول لك اعمل لي من لون اخدم لي مثلا اكزرسيت ولا حاجه وفي الاخر تيقول لك راهو ملاحظه في بعض الزمانات يعطيك ملاحظه يقول لك راهو لازم تعمل لي تي ديو نتاع تي ديو شنو باش تحط فيه ديكلاراسيون تاع لي زيليمون كل لي زوبجي اللي استعملتهم الكل منهم التابلو منهم التايب تاع التابلو منهم اي حاجه استعملتها في الـ في الاكزرسيس نتاعك فهمت تي ديو بعد ما كنا نخدم التابلو نتاعي مش قبل نحطه ولا بعد هي بالطبيعه ما وانت تي ديو هو ديكلاراسيون ديكلاراسيون بعد ما تكمل الاكزرسيس نجم حتى تخدمه حتى ما زلت ما خدمتش انت الاكزرسيس نتاعك نجم تعرف شنو قصده هو من الاول باش يقول لك راه تابلو ديساين كرييت ولا ان ريال ولا حاجه ديكلاريه وترتاح منه ومن بعد تبدا تخدم في الخدمه نتاعك كيما تنجم تخدمه في الاخر نفس الحكايه لما تقول ديكلاري والالغوريتم نعمل الميثود هذه نتاع شو راه هو مش نادرا ما يقول لك ديكلاري شفت انت كي يقول لك اخدم لي اكزرسيس اوتوماتيك خدمت الالغوريتم بعدها بالضبط تعمل التي دي او نتاعك باش نكونوا واضحين واضح نعم نعم باهي واضح اش قلنا لهنا دوني لو كود بيتون بيرميتون دافيشي لو كونتينو دو تابلو اتيليزي ان بوكل بور باركوري لو تابلو باهي نحنا في العاده انا جيناها كي تي دو اي اللي حكيت فيها على قبل اش قال لك نحب نافيشي الكونتينو نتاعو هذا التابلو هذا قرينا الحصة اللي فاتت البوكل بور والبوكل ريبيتي والبوكل تونكر باهي هو قال لك استعمل البوكل بور لهنا دونك باش نافيشي لي زيليمون تاع التابلو هاد لا بور اي دو زيرو لحظة نقول لك هو عطاك التابلو وعطاك التايم تاعو هذاك هو التابلو نتاعنا بور اي دو قديش بور اي دو زيرو اكات اه قلنا ديما تنقص واحد في ال... مش لا في الالجو كي نخدم هو قال لك بيتون ولا كود بيتون دونك ما نخدموش بالفور بالفور فور اي ان اي ان رينج وتحط له لهنا باش يبدا من زيرو وين باش نوصل سانك سانك لانه قلنا الماضي فات قلنا راه ديما ينقص واحد تعمل دو بوان وشنو هو الانستريكسيون تاع فيشي بها برنت اكري برنت اكري في الالغوريتميك اي برنت شنو تي دي اي تي دي اي صحيت ها هي اللي خدمنا بها هي اللي تحكي عليها انت كما شكون قال لي على تي دي اي تي دي اي مش بالديكلاراسيون كي تجي باركوري تابلو وانت باش تستعمل تفيشي لي زيليمون تاعو شي فيشي لك ليليمون دانديس اي اش معناها تي دي اي معناها ليليمون لانديس نتاعو اي نحنا بطبيعتنا الاي اول اي شنو ما نقولنا هذه الاي لي زانديس لي زانديس هي الاي وهذا التابلو نتاعي كي نقول تي دو زيرو ما الاي لولا هي الزيرو الاي لولا هي صفر في البوكل بور تي دو زيرو اش معناها معناها ليليمون اللي موجود في التابلو تي اللي الانديس نتاعو صفر البوزيسيون تاع اللي هو 15 ونص دونك اول افيشاج باش يجيك على ليكرون شنو 15 ونص من بعد الاي قداش باش تعدى باش تولي ان لانه اول اللي ما خذيتو صفر من بعد باش تزيد بليس ان باش تولي ان شنو باش يافيشي المره الثانيه تي دو ان لان الاي زادت واحد تي دو ان هو شنو هو لي ليمون دانديس ان اللي هي شنو
10 10 وهكيك من بعد الاي تولي 2 شي افيشيلنا 3 ونص يعني انتم شنو تشدوا شدوا فهم خيركم انا كي نقولوا تي دو اي اش معناها تي دو اي معناها راهو ليليمون الموجود في التابلو تي اللي البوزيسيون نتاعو اي ليليمون دانديس مثلا 0 0 هنا اول ايليمون لانديس 1 هو الثاني ايليمون تيل هكي بي دونك كيف نكون عملنا ذا في شكل نعم ما عملناش صحيح ما زلت كان هذيك اللي هي نفسها تختار انت واحده من هذيك انا هاي بطبيعة اللي هنا قبل الفور لأنه هو جد يقولك عملي أفيشاج بارك راه نحن نفترض ولا أفيشاج هو هذا فقط هذا صحيح يز مي لو خدمت بروجرام كامل بطبيعة تتولي لازمني نعمل رومبليساج نعمل انسياليزاسيون اللي هي ديكلاراسيون نعمل أفيشاج وقتها تكون عندك الحق مي لهنا بطبيعة إذا عملت له الأفيشاج هذا راه كافي لأنه في الإكزارسيس قالك قالك حاجة بيرمتون d'afficher le contenu du tableau. Est-ce que les instructions les affichent? Je ne sais pas si la déclaration est la même chose. Je vais la déclaration à la question de la question. Voilà. Quand on dit que nous avons affiché, je vais vous donner la déclaration de la question. Vous comprenez? Oui. L'exercice est le bas. Donnez l'algorithme d'un programme nommé liste. Qui permet de faire les tâches suivantes. اول حاجه شنو باش تعمل باش تعبي تابلو رومبلير ان تابلو تي بار ديس اونتي من بعد باش تافيشي لي كونتوني دو تابلو تي شيرشي افيشي لو ماكسيموم دو تابلو تي من بعد باش تختم على البيتون البروغرام نتاعك باهي نخدمو ليكزارسيس باهي هذا ليكزارسيس نتاع اول حاجه اش قالك قلت باش نعمل رومبليساج نتاع التابلو اول حاجه باش تخدم لي الجوريثم دونك باش نبدي هنا نعمل الجوريثم اسمها عطاها لنا الاسم نتاعها ليست من بعد باش نعمل ديبي من بعد باش نعمل فور اي فور لهنا رومبليساج فور اي ب 0 0 A قديش؟ 9 9 لهنا أنا في لأنه 10 لا لأني في الألغوريتميك راه ما ينقصش واحد نقولوا من 0 ل 9 يعني 10 إليمونات لهنا 10 سنتي واضح؟ مش نفسها من 1 ل 10 بالضبط أما لي زانديس ما هو نحن لي زانديس نتاع التابلو نتاعنا بار ديفو يعني نقولوا نحن كيما كأنها كونفونسيون نبدو لليمون الاولاني لانديس نتاعو زيرو هذاك علاش في التابلو ما تبدلش ما تقولش من واحد لعشرة صحيح هي تمشي لك من واحد لعشرة لكن لي بوزيسيون لهنا اختلف فهمت ولا واضح باهي قلنا باش نعملو رومبليساج دونك لير من غير لا نعملو لافيشاج نحنا في لافيشاج شفت انت في اللي كتير فلي كتير ما ورم في ساج معنى لي كتير ولا فهميني ولا نفسها قبل شو نقوله نحنا نقوله سيزي ولا أعمل سيزي وإلا دوموند على الاتيليزاتور هي نفسها راي رم في ساج يعني غير شفت كي نعمل إكرير هذيك نقوله نحنا كأنها حاجة زايدة راني عملت الأصل كي يقول لي رم فير نكتب لير دو اي واضح اللير هي اللي باش تعبي لي اما كي تحب انت تزيد افيشاج قبلها باش يعني توري لك شنو طالب منك اكتب انت ميساج دوني ان اونتي مي لهنا مش لازم عليا راهو الكرير هذي يعني انت كي نجي نوتيك ما نوتيكش على هذي هذي زايده نوتيك على اللير باش نكونوا واضحين واضح ولا علاش ما نكتبوش من الاول كيفاش
نجم نحطو غير قدام الكور وبعد نعمل كور اي. كيفاش هذه معناها نحطوها لهنا فوق الكور؟ لا كيكة تعطينا واحدة بركة يلزم فوسط الكور باش تعود برشا مرات من اي لزيرو للنقر. علاش لهنا؟ لانه شفت انت كيما قلت لك كي تحط انت فوق البور، نحنا الفايده نتاع البوكل البور شنو انها تعاود لك 10 مرات باش تقرا، مي كي تحطها لبرا لير باش تخدم لك مره واحده، يعني باش تخدم لك التي دي زيرو الاولاني فقط وتحبس. اذا نحطوها نحنا في البوكل بور لهنا شنو باش يصير؟ البور باش تخدم لك 10 مرات، يعني باش تعمل لك التي دو زيرو، من بعد باش تعاود لك تقول لك اقرا لي تي دو 1، من بعد باش تقول لك دخل لي تي دو 2 و 3 جيسكا ل 9 اللي هو الديزيام اخر 10 اونتي. ومن بعد لهنا باش تعمل شامبو. هذه بالنسبه للرومبليساج. هذه بالنسبه للرومبليساج. شكون عنده سؤال؟ بعد قالك افيشي لو كونتيني دو تابلو، لافيشاج قلت لكم باش نافيشو هي الاكرير. دونك نفس الشيء باش نعمل بوك الكود فور اي دو زيرو اناف فير برنت برنت في البيتون، لان مازلنا نخدم الالغوريتمي تاع من بعد شكون لي برنت اكرير تي دو اي. دونك في الافيشاج نعمل اكريب، وفي الـ في الـ في الرومبيساج والا سيزي نعمل لي فانفو. نعم سامحني صوت مش واضح. عاود مش مفروض تونكي و ريبيتي؟ شقلنا نحنا تونكي و ريبيتي؟ راهو تنجم تبدلها البوكل هذي بالريبيتي والتونكي، لكن شنو الفايده؟ ما عندها حتى فايده. نحن قلنا كان جبت عندنا كونديسيون في الاكزرسيس تو في الاكزرسيس الجايين معناها اللي باش نخدموها ان شاء الله نلقوش كونديسيون وقتها باش تولي فيها ريبيتي وجيسكا. مي لهنا فماش كونديسيون، ما عندي حتى كونديسيون على حتى شيء. دونك اسهل بوكل شنو البوكل بور ليش نعقد فيه؟ دونك لهنا لازمني نخدم بالبوكل بور باش ما نصعبهاش على روحي. من بعد تو كان لقينا اكزرسيس فيه كونديسيون ولا حاجه ان شاء الله نخدموه بالريبيتي والا طونكو. دونك انت حط في مخك اني الريبيتي والطونكو تخدمها وقتاش؟ وقت اللي عندك كونديسيون باش تسهل على روحك. باه تو اش قالك لنا شيرشي اي افيشي لو ماكسيموم دي تابلو تي. المره الحصه اللي فاتت برك اش قلت لكم لهنا؟ اش قلت لكم؟ نتعاملوا نفس الحاجة غير صحيح بدينا بالأول مرة دي بزيرو صحيح. قلت لكم أكل شنو تشد في مخك؟ تشد أنه سيبوزي سيبوزي لليمون لوليني هو الماكسيموم، ومن بعد تبدأ تباركوري أبارتير من الدوزيام وتقارن جيسكا توصل. دونك كيفاش باش نعملوه؟ نفس الشيء لهنا باش نسيبوزي الماكسيموم باش نكتب نسمي فاريابل ماكس رسوار تي دو زيرو صحيح. ومن بعد باش نبدا باللي بعد تي دو زيرو اللي هو شنو؟ بال ان فور اي دو ان قديش؟ انا كالعاد نسمي زيرو ما هو نحيناه تي دو زيرو هو سي بوزيسيون، عملنا سي بوزيسيون انه اللي بدينا باللي بعده بالضبط. اليوم كيما لهنا شوف نعطيكم اكزومبل تفهموني اكثر. لهنا هذا الاكزومبل نتاعنا ايه خرجنا تي زيرو هوني في الماكس تي زيرو مثلا من خمسة باش حتى خرجنا واحدة من هذه الاي الزيرو هذا سي بوزيناه هو الماكس. من بعد شنو باش نقارن؟ باش نبدا نقارن ابارتير بالبقيه من هنا الجهه هذه الكل مثلا هكا 6 0 20 وانا احنا ماشيين لوين نكملوا التابلو ابارتير من ان جيسكا البوزيسيونير باش نقارن شنو هو لهنا شكون يكملنا شكون يقولنا اش تنعملوا لهنا تي تي دي اي اكثر من تي تي دي اي تي دي اي
سيبريرا ماكس. مادام لقينا تي دو اي جديد نفترضوا الاي لولا ان، عاونوا في الاكزومبل الاولاني الان الاولاني قديش تي دو ان؟ 10 ولا؟ مادام 10 اكبر من 5 اللي هي الماكس سيبوزيناها ماكس، دونك لازم الماكس دونك الماكس لازم يتبدل ل 10. دونك لهنا شنو باش نعمل؟ لازمني نبدل الماكس رسوة تي دو اي صحيح. شفت لهنا نفسها راي، لو طلب منا المينيموم فانسي لهنا، لو طلب منا المينيموم شنو نتبدل لهنا يا جماعة؟ أول حاجة لو طلب مني المين لازمني نعمل فاريابل الفوق نسميه مين، نفس الشيء تي دو زيرو، ولهنا تبقى كلها نفسها جيست لهنا تي دو اي انفرير امين، ولهنا المين تولي تي دو اي. شفت لهنا معناها المين والماكس راهو اي اكزرسيس يقول لك خدم لي مين وماكس راهو نفس البرانسيب كيما خدمناه تو، سيبوزي لي ليمون مين والا الماكس وتبدا باللي بعده وتقارن، كي تلقى حاجة أكبر من الماكسيموم راهي هي لازمها تكون ماكس، كي تلقى حاجة أصغر من المينيموم راهي هي لازمها تكون مين. هذه هي البرانسيب فانفور. وهكا نكونوا كملنا المينيموم. من بعد قلك كيف نشيل المينيموم، نعمل فانفور لهنا ساعة نسكر الفور نتاعي. ومن بعد شنو باش نافيشي تو اكرير شنو الماكس، لانه قالي يافيشي لي الماكسيموم، الماكس نتاعنا مسجل في الفاريابل ماكس. هكا يكون كمل البروجرام. نعم اكرير الماكس شنو اللي كتبناه بعد الفابور؟ ما هو نحنا في البور مشنا قاعدين كل مرة يتبدل الماكسيموم نتاعنا. وقتاش نعرف الماكسيموم نتاعي؟ وقت اللي نكمل التابلو كامل ولا؟ يعني بعد ما نكمل الباركور نتاع التابلو في البور، كي نكمل التابلو كامل كي نخرج من البوك البور شنو يكون عندي؟ الماكسيموم صحيح تحسب لي. واضح تو ولا؟ دونك ما نجمش نعمل، ما نجمش الإكرير نعملها في وسط البور. علاش؟ لأني كي نعملها في البور الماكسيموم الأولاني هو 5، من بعد ولا لي 10، من بعد ولا لي 20، قاعد يتبدل، لازمني نافيشي ماكسيموم واحد، شبيني كل مرة نبدل ماكسيموم؟ غلطة تولي الخدمة لهنا، دونك لازمني نخرج ماكسيموم واحد في التابلو. دونك بعد لا تكمل البور نتاعي نافيشي الماكسيموم. باهي لهنا قالك من بعد دوني السكريبت في طون ديفلوبر بروجرام نتاعك، تحب نخدموها بالبايثون؟ والا يا جماعه والا هاني باش نقول لكم حل البايثون هذه اخدموها الحصه الجايه باش تزيدوا تستفيدوا انتوما، اخدموها على البي سي نتاعكم على الواحد وابعثوا لي الخدمه نتاعك في الواتساب. ثم اصلا الابلكاسيون مسيو تاع التليفون، المهم تليفون اللي عنده تليفون هون يخدم على التليفون، اللي عنده بي سي يخدم على البي سي. وشنو هو بربي الابلكاسيون شنو اسمه؟ بي درويد. ترو بي درويد علاش ثم ابلكاسيون خدمت عليها بصراحه ما تعجبش، مش شكل حاجه كبير. اي لا هي هذيك تعمل باقي كما تمشيش في البيع. المهم ها وينو كيفاش كيفاش تكتب الاسم تاع بالضبط؟ لحظة نشوفها لحظة بركة نشوف كيفاش يدخلون في التليفون. نعم تهبطها من بلاي ستور. هي بي جريج لحظة بي جريج دي اي ار او اي هكا ودي اخرى. باهي هذه هي الاسم تاع الابليكاسيون، يعني لوجوا عليه في البلاي ستور، ادخلوا البلاي ستور اكتبوا في درويد تلقوا الابليكاسيون انستالي على التليفون نتاعك. سنو حتى من جوجل ديريكت، ماهو تليفون اصل اندرويد تهبطها من بلاي ستور خير باش تكون لك معناها سكيورتي اكثر، لانك باش تهبطها من جوجل تنجم تهبط لك مباريسه ولا حاجه. فهمت؟ لا
لا نقصد معناها ثم سيتات معناها تنجم تكتب عليهم الكود ديريكت يعني من غير ما تقعد تصب ابليكاسيون سيتات معناها ماجور. فهمتك المهم انتم وين والاسم نتاعها انتم تحبوا تهبطوا في البلاي ستور تخدموا على السيت نسيتيت المهم اخدموا الخدمه علاش حبيتكم تخدموا لانه لهنا انتم في البايك ديما تخدموا باللي تابلو دونك كي تعمل تعرف تعمل ديكلاراسيون وتعمل التراديكسيون تاع البوكل بور كيف تعملها في البايثون ولا في شاش وقتها تستفيدوا على الاقل من اني نخدم هاكم مسيو تو نجمو معناها نعملو ديكلاراسيون اون الجوريتم بعد لا خدمنا البروغرام صحيت لهنا تمشي تعمل تيديو انت مخيره لهنا تحب تعمل تي دو نوفو تيب الميثود الثانيه والا نحنا باش نخدمو بالميثود الاولى لوبجي نتاعنا شنو عندنا اوبجي والتيب ناتيف لوبجي نتاعنا هو تي اسمه تي ولهنا باش تكتب تابلو دو ديس اونتي تابلو دو ديس أنتي بطبيعة مش كان هذا لهنا شنو عنا ليزوبجي الأخرين عنا الكونتور إي عنا الإي دونك الإي دونك الإي سي تان أنتي شنو آخر والماكس والماكس سي تان ماكس سي تان أنتي زي في التابلو سي تان أنتي فقط يعني ديما تي دي واش تحط فيه ديكلاراسيون تي دي اي ما نخويش لا تي دي اي واش وين موجوده موجوده في التابلو انت راك باش ديكلاري الستركتير الكبيره مش لي ليمون تاعها انت كي تقول له تابلو دي ديس اونتي معناها راك تعمل ديكلاراسيون تاع شاك ليمون قلت له راهي شاك كاز تاع تابلو سي تان اونتي يعني ما تجيش منه تقول له تي دو اي لا تقول له تابلو تابلو شنو هو التيب نتاعك كما عملنا نحن من لو هذيك كافية فهمت ولا التي دو اي تي دو اي ما تخدم بها كان كيما هكا مثلا انت باش باركوري تابلو تستعمل التي دو اي نتاعك في ريشيرش ولا في افيشاج ولا في رومبيساج تستعمل التي دو اي مي في الديكلاراسيون تستعمل جيست الاسم نتاع التابلو باهي لهنا الاكزارسيس اللي بعد المهم الحصة الجاية الترادكسيون لهنا نتاع البيتون اخدموها وابعثوها لي تقرينا كيفاش نعملو اول حاجه شنو باش نعمل باش نعملو ديكلاراسيون تاع التابلو من بعد باش تعمل رومبليساج ولا فيشاج باش تحققها والكود خدمينو نحنا جيست نتوما باش تعاودوه جيست باش تعمل ترادكسيون تاعو في البايثون باهي دوني الالغوريثم دان بروغرام كي بيرمي دو فير دي تاش سويفون رومبلير ان تابلو تي بار 15 اونتي de façon aléatoire, sachant que le t de i est égal à 20. Bien, les gars, je vais vous faire une fois. Je vais vous donner l'exercice, je vais vous donner un peu, et après, je vais vous donner un peu. Je vais vous donner un peu. L'aléatoire, je ne vous ai pas dit, façon aléatoire. باهي هذيك نفترضوها نحاها باش نخدمو رومبلير ان تابلو تي بار 15 اونتي ساشون كو تي دو اي محصورة ما بين 2 و 20 شنو هو البوكل اللي باش نخدمو بها لهنا يا جماعة حسب رايك رومبيساج ريبيتي باهي مادام عندنا كونديسيون لهنا باش نعملو ريبيتي لا باش نعملو ريبيتي ليه ولهنا مادام عندنا 15 اونتي كيفاش باش نعبو 15 عدد دونك لهنا لازمنا نعملو بور في وسطها ريبيتي بور بالطبيعه هو ديال ترومبير مادام فما رومبليساج دونك بور ومادام فما كونديسيون دونك فما كونديسيون في وسط البور ماشي البوكل باش تتبدل راي البور ديما موجوده في الرومبليساج مي فوسطها يا تلقى ريبيتي اذا عندك كونديسيون يا ما تلقيش ريبيتي كي بالك ما عندك حتى كونديسيون كيما ليكزارسيس لي فات فور اي دو زيرو ا لهنا باش تجي تعمل فوسطها اش عملنا قبيله نحن كتبنا لير تي دو اي مي وقتها ما عندناش كونديسيون
المرة دي عنا كونديسيون دونك شنو باش تزيد باش تزيد قبل اللي تعمل ريبيتي لأن ثم كونديسيون المرة هذي واضح جيسكا شنو الكونديسيون اللي عطاه لكم دو انفيريور ايغال تي دو اي انفيريور ايغال انفيريور ايغال 20 من بعد تعمل الفان بور نتاعك يعني باختصار لهنا شنو اللي يتغير اذا عندك رومبليساج ما فيهاش حتى كونديسيون شنو باش تعمل باش تمشي هكا هكا ريبيتي هذه ما فهمش باش تكتب بور اي دو 0 على 14 فان بور وتعمل فوسط هذيك كان عندك كونديسيون على شاك اليمون باش تعمل ريبيتي فوسط البوكل بور واضح العمليه هي بي من بعد شقالك كالكيلي اي افيشي لا سوم دي زيليمون كي سي تروف دون لو تابلو اش معناها معناها مثلا عندي انا تابلو فيه هذا فيه لي زيليمون هذا فيه 5 10 2 0 5 100 هذا اسم التابلو نتاعي وهذه هي الانديس نتاع كل اليمون بطبيعة نعمل اف اي دي زيرو بعدين اف اي لهنا بطبيعة انا جايب لحظة لهنا 14 اليمون بطبيعة الانديس ليه ايش قلت لي؟ شنو باش تعمل؟ مادام قبل لا تجاوبني مادام ثم صوم لهنا اش معناه؟ تم انيسياليزاسيون دونك اس ريسوا زيرو بي ومن بعد نحنا شنو باش نجمعو الساعة صحيت باش نجمع 5 مع 10 مع 2 مع 0 مع 5 مع 100 جيسكا الفان تاعي دونك انهي البوكل اللي باش نستعمل البوكل pour i de 0 à 14 في شنو باش نعمل اش قلت لكم المره اللي فاتت قلت لكم اس سوا اس بلس شنو اس تي دو اي صحيح اس بلس تي دو اي تي علاش قلت تي دو اي لانه تي دو اي هو ليليمون اللي حاجتي بي اللي فوسط 5 وين موجوده في تي دو 0 دي سوين موجودة في تي دو ان دونك اس بلس تي دو اي الاي بطبيعتها ما تتبدل في البوكل بور لهنا المرة الأولى ليليمون زيرو بعد ان بعد دو دونك كل مرة باش تتبدل لك ليليمون اللي بعد والاس كل مرة تحط فيها المرة الأولى باش تحط فيها 5 بعد تزيدها 10 بعد تزيدها 2 بعد تزيدها 0 موان 5 بعد 100 جيسكا تكمل للاخر في الاخر باش تلقى 100 نتاعك فان بوك وفي الاخر باش نافيشي الاس نعمل شنو؟ شنو نعمل؟ اكرير اكرير شنو؟ اكرير اس اكرير اس والا اذا تحب تعمل والا اذا تحب تعمل ميساج تكتب لا صوم اي لا صوم اي دو بوان هكا برير وبعد من بعد تعمل ماشي بلا يخرج نصر اها اخر كونديسيون هذيك دو انفيريور يقال تي دو اي انفيريور يقال فان هذيك شنو يقصد بها معناها على شنو هو بالضبط لي زيليمون يعني قداش تعطي من مرة لا لا لي زيليمون تاع التابلو يعني 5 و 10 و 2 شفتهم هذوكم المحتوى نتاع التابلو شك اليمون لازم محصور ما بين 2 ولا 20 واضح ولا لا لا ماني هذاك عاد هنا هو غلط مدول الفا مثلا 5 10 2 0 20 هاوني باش نبدلها 20 3 4 6 هذيك راني نحط اكزومبليت راني مش مركز في الكونديسيون جست حطيت لكم ليمونات باش نحسب بها واضح دونك الكونديسيونات تي دو اي تي دو اي هو اللي فوسط التابلو لي زيليمون هما هذم هذي هذي هذوكم لازمهم يكونوا محصورين ما بين الدو والبا شو بلا كيستيون اي تفضل مثال مثال هزنا في تي دو زيرو ولا تي دو ان هزنا مثال حطنا تي دو اي صحيحة اش معناها صحيحة
الاي اللي بعدها هزنا تدو اي غلط دري يقعد يعاود لي يعاود لي كان كي كون تدو اي صحيحه لا مش هزينا تقصد دخلت انت مازلت تحكي في السيزي لهنا لهنا شفت انت اش معناها ريبيتي نفترض اعطيتك 100 يزيد يعاود يطلب منك يقول لك اعطيني عدد اخر اعطيته 50 ما يتعدى من ريبيتي الا ما يكون العدد انتر 20 و 2 معناها ما يخرج لكش حتى كي تعادلوش 100 مره يبقى يطلب فيك جيسكال كونديسيون فيريفي فهمت ولا معناها الهندس ما يقدمش كان كي كان كي تولى كونديسيون فيريفي لهنا نفترض اعطيته 5 باش يقبلها يحطها في لي ليمون الاولاني لي ليمون الثاني اعطيته 100 ما يقبلهاش يزيد يعاود يطلب مني اعطيته 50 كيف كيف ما يحطهاش بعد اعطيته 60 ما يقبلهاش 30 ما يقبلهاش اعطيته 10 يحط العشرة غادي يتعدى اللي بعد فهمت ولا نعم سامحني سامحني صوتك 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 مش واضح خلي صوتك وقرب للميكرو ليش الخمسة؟ لا 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 الخمسة تتحط في الليمون الأولاني البوزيشن الأولانية كما حطيتها أنا لهنا تيدو زيرو تيدو زيرو تتحط فيها الخمسة صاي مي البوزيشن الثانية هي اللي قاعدة فيها مشكلة تو معناها أنت حطيت موان 5 مش باش يحطها لك يجي يحطها لك لهنا يلقى الكونديسيون غلطة يزيد يعاود يطلب من عندك دونك الأولانية كي ظلك صحيحة تتحط اوتوماتيك تتحط في البوزيشن تاعك يتعدى للي بعدها اذا انت اعطيت حاجه غلطه ما تتحطش غادي كان كي تحط حاجه صحيحه اي صح يعاود يقرا على طول كي اعطيت لهنا اعطيت 100 ما قبلهاش 50 ما قبلهاش 60 ما قبلهاش 30 ما قبلهاش 10 حطها طول مادام مريقله حطها لك في البوزيشن الثانيه وبعد يتعدى للي بعد ويعاود نفس الخدمه مليح كمان يعني الدرسيس هذا توا عنا الدرسيس 34 مسامحني سامحني ذكرت باهي توا بالالية توا جيست بدلنا نحنا مانا نحينا الفاسون الياتوار توا مش تنحينا الفاسون الياتوار توا باش نختمو بال البقية الكل يبقى نفسه راهو الصوم والواحد يبقى نفسه ما يجيست في الرومبيساج باش تتبدل يا جماعة هنا رومبيساج شكلنا كاتبين نحنا من الاول كنا نعملو هكا رومبيساج كنا نكتب لحظة شكتبنا الماري فيت 4 اي 2 0 0 فير بعد عملنا كريبيتي بوستها ريبيتي جي سكام تيانا جي سكام ومن بعد فان فور بطبيعة راني رجع لها كونديسيون فان فور وجيسكا لهنا شو قلنا الكونديسيون تاعنا ذيك اللي هي فنكتبها لهنا هاي حطينا الكونديسيون هذي وبطبيعة لهنا فوستا كتبنا كلير تي دو اي باهي اول حاجة خلينا نفهم وش معناه الياتوار الياتوار يعني حاجة راك مش باش تدخلها انت بالكلافيي أرو البي سي هو وإلا السيستيم اللوجيسيال مثلا كيما توني هو اللي باش يعمل يعني بطريقة عشوائية هو يختار في بلاصته نحنا في العادة كي نكتب لير تي دو اي اش تنعمل تيطلب منك من الكلافي انك تدخل فالور نفترض دخلت 5 وعملت اونتري يحط لي فك تي دو اي بكذا هذيك يحط لي فيها 5 مي في الالياتوار اش تيصير ما تبقاش كيفك تتنحى الريبيتي اساسا الريبيتي باش تتنحى اللير باش تتنحى باش تتبدل هيد باش تولي لك تي دو اي ايجال والا رسوا لانه الجو اليا وتحط البارامتر نتاعك منين لمنين من 2 لل 20 كي تقول له انت اليا من 2 لل 20 شنو باش يعطيك باش يعطيك عدد بطريقه عشوائيه ما بين 2 للعشرين يعني يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 حتى للعشرين واضحة العملية ولا
شكون واش فاهم؟ البقيه شكون واش فاهم يسال عادي. سهله برشا، قريناها في الكور في اول سيونسيت لاليا، قريناها مع العلم هذا الفالور انيسيال والفالور فينال راهم يدخلوا. معنى كي نقول لك 22 ما ينقص حتى شيء، ما 22 يعطيك، يعطيك يا 2 يا 3 يا 4 جيسكا 20. دونك لهنا انت تستغنى كي تحط لهم 2 لل 20 متاكد انه باش يعطيك عدد من 2 لل 20. دونك الريبيتي استغنينا عليها كي نحطوا بالاليا. واضح؟ هذاش حبيت نوصل لكم، انه في الاليا توار كيظلك عندك كونديسيون ما تستعملش الريبيتي جيسكا، مي كي ما تستعملش الياتوار لازم تفرض عليك انك تخدم بالريبيتي جيسكا. واضح؟ لان الاليا عن طريقها هي انت تستغنى على الريبيتي، لانها هي انت كتحدد لها الانترفال، حددت منين وين باش توصل. هيك هو يعني. دونك الاكزرسيس كامل اللي خدمناه قبيله جيست يتبدل كان هادي بالانستركسيون، يعني الباقي يبقى نفسه ما يتبدل فيه حتى شيء، جيست هيك. هذه هي. نعم يعني بعد ما نقول تي برون اليا مدير الفان نعود نقرا بعد نقول اللي يرتدي. لا لا لا، هاني قلت لك شطبت لك تو، شطبت لك على ريبيتي وجيسكا، وشطبت لك زاد على اللير تي دو اي. اللير تي دو اي باش تتعوض به بالتي دو اي رسوا اليا. اللير اش قلت لك انا، شنو الفرق ما بين اللير والاليا في الاكزرسيس؟ اللير كي يقول لك انت باش تدخل الفالور، انت كايتيليزاتور باش تعمل سيزي، والا باش ترومبلير تابلو كيما عملنا قبيله في الاكزرسيس اللي فاتو. الاكزرسيس اللي فات قال لك اعمل لي رومبليساج نتاع تابلو، انت باش تعفي تكتب لير. اش معناها لير؟ معناها انت راك باش تابي على الكلافي تكتب 5 وتعمل اونتري، والا 10 وتعمل اونتري. مي في الاليا مش كده تابي حتى شيء بالكلافي، الاليا هي اللي باش تخدم لك كل شيء، يعني لي زيليمون 20 اليمون باش تخدمهم لك الاليا. واضح؟ يعني في البلاصه اللي انت تابي كليك يعني 20 مره على الكلافي وتعمل اونتري، الاليا مش كده تعمل حتى كليك على الكلافي، هي باش تخدم لك تعديل التابلو ب 20 او 15 اليمون كيما لهنا. واضح؟ بيه نتعبوا الاكزرسيس اللي بعده. هذا الاكزرسيس نتاعنا. بيه قال لك اون ديزير فير ان بروغرام الالغوريتميك اي بيتون. بيه قبل ان نتعبوا زيادة الاكزرسيس اللي فات هذا نفس الشيء، اكزرسيس 33 خدموا له البيتون تاعو للحصه الجايه. يعني عندكم شنو؟ عندكم البيتون تاع 32 والبيتون تاع 33 اخدموا باش على الاقل قد ما تخدموا قد ما تحسنوا في التي بي. باهي واللي مش فاهم حاجه يسالني عادي من فاهم في الواتساب، يبعث لي ميساج على الفريدي نفسر. On désire faire un programme algorithme de Python qui permet de avoir le cas de le remplissage tableau T par N entier, supposons que les éléments de tableau, madame, la taille N a une condition à l'I. Donc, je n'en vais pas répéter. Donc, le N qui n'a pas la saisie de taille de tableau, les n'a pas la fille répétée jusqu'à. B. Bah, il y a introduire un entier X quelconque. ما عنديش عليه حتى كونديسيون. دونك اش معناها انترودوير؟ راني باش نعمل سيزي تاع الاكس. دونك شنو هو الانستركسيون اللي باش نخدم بها في سيزي؟ لير لير. بالتروازيام قال لك فيريفي افيشي سي لونتي اكس اكزيست او نون دون لو تابلو تي. خلينا تو نخدموا البارتي تاع دومازوز ومن بعد باش نتعدى. دونك هاو اكزومبل باش يزيد يفسر لك بور لو تابلو تي سويفون لو تاي ان ايكال 5. تابلو تاي نتاعو 5 هاو عندنا من 0 ل 4 5 أنتي، دونك 15 10 3 5 172. pour x égal 5 le programme affiche le message 5 existe dans le tableau T. اش معناها هذا هنا؟ معناها كي لوج لك على الخمسة x يعمل لها سيزي ولوجها في التابلو لقاها هي في البوزيسيون 3 دونك اكزيست. هذاك علاش قال لك اكزيست. في الاكزومبل الثاني عطاه x égal 7 كي لوج على التابلو على 7 ما
فماش في التابلو كاملة. دونك شقيلك انزيست با. دونك البيت نتاعنا في الاكزارسيس هذا شنو؟ انك باش تعبي التابلو باش تختار اكس معينة باش تشرشي فيها في التابلو تلوج عليها في التابلو. كان لقيتها تقول له اكزيست، كان ما لقيتهاش تقول له انزيست با. هذا هو دونك من الاول نبدو باللي نعرفوه نحن من الاول. دونك لينا خلينا نصغر الشيء هذا ومن بعد تونا اول حاجه باش نعملوا الرومبيساج نتاع قبل الرومبيساج شنو باش نعملوا حسب رايكم قبل الرومبيساج يا جماعه؟ لا لا قبل بس ساعتنا كي نقولوا الجوريثم باش نبدا نعمل الجوريثم كيف الجوريثم مثلا ريسيرش مي مش هو لا بوكل بور بور اي قبل الفور سيزير نتاع شنو؟ لا كي نقولوا سيزير نتاع تابلو يعني هو الانفيساج نتاع تابلو نفس الشيء راه اقروا الكيستيون وليني جايلك رومبير ان تابلو تي ان بار ان اونتي كيفاش انت باش تبدا تعبي التابلو نتاعك وانت مش عارف التايم نتاعو غير ان صحيح فما سيزين تاع التايم قبل لا نبدو نعبو في التابلو دونك لا شو قلنا نحن عندنا كونديسيون على الان كيفاش نحن لو ما جدش عندنا كونديسيون لو ما جدش عندنا كونديسيون شتا نكتب دير ان ولا مي نحن عندنا كونديسيون دونك شنو باش نعمل باش نحطها في ريبيتي جيسكا جيسكا شنو او نعطيك الكونديسيون هون جيسكا إن أنتر تو صحيح بالضبط ما بين الاثنين وال العشرين سهلة برشا ديما إذا في إكزرسيس في تمرين أعطاك التايم تاع بلو التابلو وأنت باش تعبي تابلو كان أعطاك كونديسيون على التايم تاع التابلو باش تعمل ريبيتي جيسكا اللير نتاعو في التايم لير إن باش تعمل أنتر ريبيتي جيسكا لأنك عندك كونديسيون إذا ما عطاكش كونديسيون اكتب لير ان وقت باهي توا لا هذيك مشي على التايم تاع التابلو هذيك تاع لي زيليمون دو تابلو شو قبل اش عطانا انا رجع التيدر اي قال لك راه لي زيليمون تاع التابلو هذيك لي زيليمون تاع التابلو فرق ما بين ان والتيدو اي التيدو اي معناها المحتوى نتاع التابلو في وسط التابلو لازمهم يكونوا ما بين شنو هو المحتوى هما هذو هما ال 15 ال 10 ال 3 ال 5 هذاك يتسمى الكونتيني دو تابلو محتوى مي لهنا قال لك ان ان هو التايم تاع التابلو يعني انت في الاكزامبل هذا قداش عندنا من الليمون عندنا 5 نجم في اكزامبل اخر تعطيه 20 يعني التايم تاع التابلو يكون لك 20 ليمون نجم في واحد اخر يعطيك دو برك واحد يعطيك سان فهمت كيفاش فرق لهنا دونك لهنا ريبيتي جيسكا لانه عندنا كونديسيون على التايم تاع التابلو من بعد شنو باش نعملوا ساي كملنا السيزيم تاع التايم تاع التابلو تو باش نعبوا الرومبليساج باش نعمل انا بوكل نستعمل بور اي دو قديش من الى زيرو ها زيرو ان لا هذاك اكزامبل هذاك اكزامبل ان موان زان علاش لان بدينا من زيرو توا كيفاش نعبي التابلو اعطانيش كونديسيون على المحتوى نتاع التابلو لا ما اعطانيش دونك اكتب لي تي دو اي لو اعطاني الكونديسيون على تي دو اي وقتها تجي تعمل تي دو اي تعملها في ريبيتي جيسكا فوسط البوك البوك بيه هكا نكونوا عابين التابلو توا شنو طالب منا باش نعملوا الكيستيون الثاني شنو هو الكيستيون الثاني قالك انترودوير ان اونتي اكس كيلكونك معناها باش تعمل سيزيم تاع اكس ما يهمنيش فيه كيفاش باش نعمل السيزيم تاع اكس
لا لا مش تيبوزي انترودوير ديالك دير اكس معنى دير اكس معنى راك باش تقراها في الكلافي الاكس الاكس هو شنو الاكس هو الفالور اللي باش تلوج عليه انت من بعد في التابلو كان لقيتو باش تقول اكزيست كان ما لقيتوش باش تقول نيكزيست با هذا هو الاكزرسيس نتاعك يعني الاكس هو الفالور اللي باش تلوج عليه في التابلو كامل باهي فيريفي افيشي سي لونتي اكس اكزيست او نو دون لو تابلو تي يا جماعة تو لهنا في اكس ابارتيان ان سي دي اي اكريز اكزيست سينون اكسبا هذه كفكرة بسيطة تنجم تكون مي كبروغراماسيون ما تنجمش تكون علاش كي تقول كي تجي تقول لي سي اكس ابارتيان ا تي دو اي اش معناها ما يفهمكش انت كي تكتب بروغرام على البيتون ما يفهمكش كي تقول وراي ابارتيان ل تي دو اي دونك لازم نبوك لهنا بور اي دي دي زيرو ان مونكو يا جماعه انا باش نزيد نفسر لكم باش نحاول نفصل لكم اكثر باش تعرفوا اني البوك اللي باش تعملوا دي احنا الاكس نتاعنا في الانجليزي علاش ما نستعملوا بوك ممكن لا صح خليني نفسر لكم وانتم استنتجوا بعد شنو البوك اللي باش تعملوا الاكس نتاعنا في الاكزامبل هو 5 في الاكزامبل الاولاني شنو باش نعمل بالضبط هذا ما هو التي نتاعي وهذه الاي نتاعي باش نقارن الاكس مع ليمون الاولاني يعني مع تي دو زيرو هل انهم قد قد 5 مساوية ل 15 نعم دونك نتجاوز باش نتعدى للعشرة هل اني 10 مساوية ل 5 نعم باش نتعدى للتروا هل اني التروا مساوية ل 5 نعم نتعدى ل 5 لديك 5 مساوية ل 5 دونك نخرج بريك لقيتو في الاكزامبل الثاني 7 x equal c نفس العملية باش نعاود 15 مساوية ل 7 باش تستعمل البوك البور من ال تي دي اي مونزا حاجة هكا لا شوف لحظة تو تعرف روحك تو خلينا نكملوا بالاكزامبل هذا تو تفهم انت بور ولا ال x equal c هل أني 15 مساوية 7 على 10 مساوية 7 على 3 مساوية 7 على 5 مساوية 7 على 172 مساوية 7 على دونك ما لقيش حتى إليمون وفاء التابلو خرج لك فوق هاي شنو الحل هنا المرة الأولى كملت في الإليمون تروازيام اللي هو الكاتريام إليمون والمرة الثانية كملت التابلو كامل نعطيكم إكزامبل أخر for x equal 15 لحظة for x equal 15 هل انه ال 15 equal 15 زري دونك خرج لك زري المره الثالثه خدمت مره واحده ريبيتي بي لهنا حسب رايكم النمبر دو ريبيتيسيون اللي عملتها تو قد قد ديما لا لا دونك الغوها البوك الفور البوك الفور ملغيا نعم مش بليت لازم تعاود بارتاجي الاكران نتاعك عشان ما عادش باينه عندي باهي لحظات عايش كيف تبغى باهي يا جماعة توا الإكرون واضحة يا جماعة كلها اي باهي دونك توا فهمتوا انو ال نمبر دو ريبيتيسيون شمر الماضي فاتش قلنا اذا انت ما تعرفش قديش باش تخدم المره باش تعاود المره راهو البوك البور مش باش تستعمل نحنا لهنا المره الاولى خدمنا وصلنا للسانكيان اللي هو الكاتريان اليمون هذا المره الثانيه كملنا التابلو كامل المره الثالثه كمل اليمون واحد دونك البوك البور ملغيه لهنا واضحه ولا واضح يا جماعه الكل نحكي معكم الكل را. واضح علاش واضح دونك الغينا البوك البور اش مازال ديما نتوما نصيحه ابعدوا على البوك التونكو اكثر ما يمكن حاولوا ديما تخدموا بالريبيتي لاني شفت كي بالك فيهم الريبيتي تنجم تخليك تستغنى على التونكو
نحن حاليا مادام الغينا الفور خلنا نطول في الريبيتي باهي. دونك لهنا الخدمه نتاعنا على الريبيتي. ريبيتي جيسكا شنو حسب رايك في الاكزومبل نتاعي؟ في الاكزومبل شوف في الاكزومبل نتاعنا لهنا اعطيتكم الاحتمالات الكل. في الاكزومبل الاولاني حبست وقتاش؟ وقت الاكس ايجال 5 اش معناها؟ إكس إيجال تدو إي صحيح، هذا الكونديسيون الأولاني. في الإكزامبل الثاني حبست ما لقيت حتى إليمون، كي كملت التابلو إيجال في لا وقت اللي الإي توصل للتايم تاع التابلو يعني الإي الكونتر. نحن اش قلت لكم المرة اللي فاتت كنت تفكروا لين لا لا ما عندناش لين في تابلو، ما عندناش عندنا في الشين دو كاركتير ثم اللونجور لين، مي في التابلو عندك الإن هو التايم تاع التابلو. مي لهنا اش قلت لكم المره اللي فاتت في الريبيتي الفرق ما بين البور والريبيتي، البور ثم الكونتور نتاعك يتحرك اوتوماتيك، في الريبيتي والطونتي واش لازمك تعمل؟ انيسياليزي وتزيد الكونتور تعمل له انيسياليزاسيون من الاول اي من الاول زيرو ولا كيما تحب انت حسب الاكزرسيس نتاعك، وفي وسطها تحرك الكونتور نتاعك. دونك هذا شنو باش نعملوا؟ خلينا نكتبوا اللي فهمناه تو من بعد تو نفهموا شنو نعملوا بالضبط. الريبيتي قبلها الكونتر متاعي الاي باش نبداه من الزيرو مثلا، من بعد باش نبدا ريبيتي لحظة باش نفسخ هذي الشيسكال هنا الكونديسيون اللي قلت لنا عليها ثم شكون قلنا على الكونديسيون اللي هي قلنا الاكس ايجال تي دو اي هذا الكونديسيون. يعني شو معناها اكس ايجال تي دو اي؟ يعني راني لقيت لي ليمو والا شنو هو هذا في حاله لقينا لي ليمو والا ما لقيناش لي ليمو اكس ايجال ان اي ايجال ان والا الان موان زان تو نشوفوا نحن في الواحد هنا ما باش نعملوا اي رسوا اي بلس ان. دونك مادام حطيناها الفوق نحطوها هذه نبدوها بالموانزا الاي هاني جايكم هاني جايكم لحظة تنقل لهنا نبدوها بالموانزا الاي والاي لهنا كي نزيدها بليس ان. احنا اول اليمون في التابلو شنو الانديس نتاعو؟ زيرو زيرو صحيح. كي نحطها لهنا الاي موانزا ونزيدها اي بليس ان اش تتولد؟ زيرو زيرو. هذاك علاش بديت من الموانزان لانه كي نحطها زيرو ونزيدها بليس ان كل لي مون الاولاني ما تستيتوش. واضح علاش عملت موانزان؟ لحظة أنا جايين هالكونديسيون هيك أنا جاي فهمتوا علاش عملت إي إيجال موانزان والإي إيجال إي بليس أن؟ حطيتها موانزان لأني كان نحطها صفر تنزيد الصفر بليس ان اش تتولي؟ تتولي لي ان. دونك باش يصف لي ال 15 يبدا يتستيري ابارتير من 10 يعني 15 مش تيشوفها للي مون لولين. هذاك علاش كي نحط موان زان بليس ان تولي لي في اللي مون زيرو اللي هو نبدا من غادي باهي. جيسكا يا نلقى للي مون تاعي يا اي ايجال ان اش معناها؟ معناها راني وصلت في الفان تاع التابلو تاعي لهنا بالطبيعه الاي ايجال ان موان زان لانه اخر اليمون البوزيسيون تاعو قداش؟ شنو ما فهمتهمش؟ الكونديسيون الاولى اكس يقال تي دو اي فهمتها؟ ها؟ بيه الاي ايجال ان موان زان نحن لهنا في الاكزامبل اكس ايجال 5 والا اكس ايجال 20 بيه اكس ايجال 20 لهنا الاي نتاعي اول اي باش نبدا بها هي صفر بيه تي دي زيرو اللي هو الكانز هل انه ايجال 20 لا دونك الاي باش تولي 1 تي دو 1 اللي هي 10 هل انها ايجال ال 20 لا دونك باش تعدل الدوزيام
تي دو دو اللي هي التروار، الان ايجال الفان مش ايجال الفان، الاي مش تولي التروار. تي دو التروار اللي هي سانك، هل انها ايجال الفان؟ لا، مش نتعدل الكاتريين. تي دو كات اللي هي 172، هل انها ايجال الفان؟ نو. بعدين وصلت للكات لهنا، يجيش منه نتعدل السانك. سانك عندي انديسنا سانك لهنا في التابلو نتاعي، ما عنديش. دونك لهنا الاي لازمها توصل اخر اليمون اللي هو الان موانزان. الان قديش؟ الان سانك، كي ناقص لها موانزان اش تتولد؟ ك. دونك الاي كي توصل للكاد تحت، فهمت ولا؟ ما هو ما يجيش منه، يا باش يوصل للتابلو يكملوا للاخر، يا في جميع الاحوال يا باش يلقى للايمو من الاول ولا من الوسط ولا من الاخر. معناه ينجم يلقاه من الاول. كي تعمل هنهم الزوز اش تقول له؟ تقول له اكس يقال تي دو اي، اي اي يقال انا ما زاش مع اش عملت وقت. معناها راي لازم الايمو يكون اخر ايمو. نزيد نعاود لك كيف ما فهمتنيش. اذا عملت له اي لهنا، اذا عملت له اي لهنا شو وليت تقول له؟ الاكس لازمها تكون في تي دو اي مساويه، وفي نفس الوقت شنو تكون اخر اليمون. يعني لازم الاليمون اللي نلوج عليه الاكس لازم يكون في اخر اليمون فقط لهنا. يعني البقيه اذا لقيته في اي بلاصه من الاول نيجليجي مش محسوب. هذا كي نحط الاي، لكن كي نحط الاو اذا لقيته نخرج، واذا كملت التابلو ما لقيتوش نخرج. فهمت تو؟ يعني عندي زوز احتمالات للخروج، يا يعني نلقيه في الاول في الوسط في الاخر، والا نكمل التابلو. الكونديسيون الثانيه هي نتاع الفان تاع التابلو، نكمل التابلو كامل ما لقيتوش نخرج. علاش؟ كي نكمل تابلو وما لقيتوش فماش حاجه بلاصه بعد التابلو باش نكمل فيه. لا صحيح، وصلت للفان تاع التابلو لازم ينخرج. واضح ولا؟ واضح. باهي، شكون مش فاهم حاجه؟ شكون مش فاهم حاجه يا جماعه؟ واضح ماشي. واضح. لهنا تو بطبيعة مازلنا ما كملناش. لهنا شنو باش نعملو؟ حاسب رايكم شنو باش نعملو تو؟ ستركتير كونديسيونيل. وين باش نعملوها ستركتير كونديسيونيل؟ لا لا قبل لا قبل. نعم؟ نفستر. ما نعرفش عليكم. بعد رجل جيسكا قبل. لا لا مش قبل قبل. باهي كيفاش؟ كيفاش تلقيه؟ خلينا نسهل لكم هكا، باش نزيدكم فاريابل هنا نسميه تيست. فاريابل سميته تيست، شنو باش نحط فيه؟ شيش هنزيد؟ لا، باش نسيبوزي انه، باش نسيبوزي انه الليمون مش موجود فوق. فهمتوني شقول؟ باش نسيبوزي. واضح العملية. سي بوزيسيون كيما قبيلة عملنا سي بوزيسيون للماكسيموم. باهي شنو باش نعمل تو؟ باش نعمل كومباريزون لشنو؟ سي تي دو اي ايجال شنو؟ اكس. الور تيست اش تتولد؟ صحيح، باش تولي فوق. باش تولي بري تيست، باش تولي بري. وبالطبيعة الفانسي تحت. باهي، جيسكا الكونديسيون هذي شنو؟ في بلاصتك الإكس تي دو إي هذي نبدلوها تيست إيكال بري. والا تيست
واضح ولا؟ نعاود العملية، اش عملنا؟ نعاود اش عملنا بالضبط؟ عملنا سي بوزيسيون باهي توا باش كي يجيكم اكزارسيس على ريشيرش ولا حاجة في المستقبل حاولوا تاخذوا في الريزونمون هذا. سي بوزي انه مش موجود. من بعد التست في وسط البوكل نتاعك، هل انه تي دو اي ايكال اكس؟ كان تي دو اي ايكال اكس الور التست باش تولي فري، يعني لقيت، يعني التست راني لقيتو لي ديمون، تيست رسوا فري. جيسكا شنو؟ يا التست ايكال فري، اش معناه؟ راني صاي لقيتو، والا وصلت للفان تاع التابلو نتاعي. كي نخرج من جيسكا توا شنو باش نعمل؟ شنو باش نعمل تاو كي نخرج من التل من الجيسكات في التجيسكات؟ شنو اكس نزيست؟ عاود يرجع للتيست يشوفه. اشتاك فيه؟ فيه؟ تيست تقعد فوق. لا تاو تاو باش نافيش. تاو باش نافيش. تاو يا جماعة تاو باش صحيح. نا التيست فيها الريزلتان تاعي. الفاريابل تيست فيها الريزلتان تاعي. كان يفوق راهو مش موجود. كان يفري راهو موجود. دونك تاو جيست باش نعمل لافيشاج هيك شتانك سي تيست فري الور صحيح هذيك هي سي تيست ايكال فري اي ماني كي نخرج نا ماني كي نخرج من جيسكا اش معناها اش صار صايد حسب لي التيست نتاعي كان ما لقيتش نعم يا اخي كي نسيبو نسيو نعملو تيست رسوا فوق هكا اي قال ان مونزان نحوها لا 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 هي هذيك تابعة جيت بدلت لك شفت لك هون فليش على الاكس قال تي دو اي بدلت كان الاكس قال تي دو اي حطيتها تيست قال فري شنو المعقدة علاش معقدة انا حاولت نسهل هي بالرسمي ماهيش ماهيش سامبل اما الحق حتى نفكر كان عاد الدفوارات ووقت نفكر يصلحون الدفوارات هي انا بو الفازة هذي هاني قلت لك راني تو حاب نوصل لكم طريقة قاعد نخملكم انكم انتم مستقبلا كيفاش تخمم راني مش نخمم تو في الاكزارسيس كيفاش نحلو ما عندك ما تستفيد منه الاكزارسيس هذا ينجم يجيب لك 20 اكزارسيس كيف اللي حاجتك به توا حاجتك بالطريقة دي اللي قاعد نوري لك فيها انا توا تسيبوزي انه كذلك عندك حاجة يقول لك لو اجلي عليها في تابلو ولا لو اجلي عليها في شين ولا لو اجلي في حاجة سيبوزي استعمل فاريابل حط فيه فوق اش معناها الكلمة ذيك اراني سيبوزيت في مخي انه لليمو هذاك مش موجود من بعد ندخل للبوكل متاعي بور ولا ريبيتي ولا اللي انت تستعمل فيه باش نبدا نتستي باللي ليمون باللي ليمون اش معناه سي تي دي اي ايكال اكس يعني هل انه لي ليمون الاولاني ايكال اكس كان كانوا ايكال اكس او نصي تيست دي ايكال فري كان ما لقيتوش باش نتعدى اللي بعد نتستي اللي بعد اللي بعد اللي بعد وجي سكان كمل التابلو نتاعي كان باهي كان ما دخلتش للسي تي دو اي ايكال اكس حتى مره التيست نتاعي باش تبقى فوق معناها راني ما لقيتوش كان دخلت مره واحده للسي راهو صاي لقيتو لي ليمون هذاك علاش كتبت لكم نوطه كي تدخل انت مره واحده شتتولي التيست شتولي التيست ايكال فري دونك جيسكا التيست نتاعي ايكال فري نخرج اوتوماتيك ما نكملش التابلو لقيتو لي ليمون في بالي مش صعيبه الطريقه هي في واضح شفت الاكس نتاعك انت الاكس اللي باش تتلوج بها اكس ايكال 5 اكس يساوي 5 هذا الفالور اللي باش تلوج عليه في التابلو نتاعك لهنا بالليليمون بالليليمون باش تبدا تطارد بالواحد بالواحد وين تكمل التابلو نتاعك باهي مي تيست تيست حاجة أخرى نعمل سي بوزيسيون في مخي قلت راهو الليليمون إكس
نفترض انه مش موجود في التابلو نتاعي وبديت نخدم لروح قارنت الاكس الخمسة مع الخمستاش ما دخلتش للسي قارنتها مع العشرة مش قد قد قارنتها مع الثلاثة مش قد قد قارنتها مع الخمسة صي اوين سي تي دو اي اللي هي الخمسة يقال الاكس اللي هي خمسة خمسة يقال سان لقيتهم قد قد شنو باش يصير التيست ما تبقاش فوق باش تتبدل لي فري مادام تبدلت فري اش معناها معناها راني دي ليمون اكس لقيتو في التابلو دونك جيسكا التيست يقال فري هاني لقيت فري نخرج وقت اللي نخرج باش نعمل التيست نتاعي لاني لهنا صحيح تحصلت على الريزلتا في التيست مي ما عملتش لافيشاج هو حاجته باللافيشاج شنو هو لافيشاج باش يكتب لك خمسة اكزيست دون لو تابلو سبعة ان اكزيست با دون لو تابلو حسب ليكزومبل معناها دونك سي تيست يقال فري الور شنو باش يعمل لك اكرير شنو لافيشاج ما سمعتك شنو عاود عاود ما سمعتك ما فهمتش الريزو عندي ولا عندكم الصوت عندي عندي الصوت نتاعك ضعيف ومش واضح اللي عندك كونيكسيون داخلة فيه ما سمعتش حد شيء لأن الكونيكسيون مش هي زيد عاود على الكونيكسيون عاود عاود الكونديسيون ان تيغال ان اي تيغال ان مونزان ظهر اي اي تيغال ان مونزان شبه لا لا كيفاش ما تكتبهاش راه ماشي اختيار من عندنا انت شنو لحظه افهمني افهم افهم الطريقه فقط انت فاهم انت فاهم الكونديسيون الاولى علاش عاملينها التيست ايغال فري باهي هذيك التيست ايغال فري وقت اللي نلقوا لي ليمون نخرج الاي ايغال ان اش معناها معناها كي نبقى نلوج على لي ليمون ما لقيتوش شنو اللي باش يحبسني يا جماعه لازم الاي توصل اخر اليمون في التابلو باش نحبس والا باش يخرج لي ايرور د اكزيكيسيون كي كي الاي شوفوا شوفوا ليكزامبل هذا وفهموا نفترضوا الاي وصلت للخمسه الاي وصلت للخمسه عنديش اليمون لهنا تي دو اي ايغال تي دو 5 ما عنديش دونك باش يعمل لك ايرور د اكزيكيسيون فهمت ولا دونك انت لازمك اوتوماتيك ما لقيتش اخر اليمون جربته الكاتريام اللي هو الفان تاع التابلو نتاعك ما عندكش الحق الاي تزيدها بلس ان اذا زدتها وخدمت على لي ليمون هذاك يخرج لك ايرور ديكزيكسيون لانه تي دو 5 فوتت التايم تاع التابلو ما لازمكش تفوت ما حميش تي دو 5 دونك شنو هو الحل لهنا الحل اني نحبسو باك الاي ايغال ان موان زان خرجو اخر اليمون وصل له خدمه يخرج طول واضح تا ولا ماشي كيستيون نجمو تو مثال اي في الاول نحطها زيرو والاي بلس ان هيك اي يصير سوا اي بلس ان نحطها تحت التريتمون سي هيك تي دي اي كان هكذاك لكن الاي ايجال ان مونزا مش تولي اي ايجال ان باش تختلف لانك انت وليت لهنا نحنا نخدمو بالضبط في الاكزامبل اللي خدموناه كي توخرها تولي ثم انستريكسيون زايده اي بلس ان يعني انت وقت اللي ترجع باش تخدمها جديد هذيك ما خدمتهاش دونك انت لازمك تحطها له ان باش هو كل اللي ما خدمهاش الاخرانيه الان يخرج به مش باش يخدم فهمتك معناها ديما نحاول اني معناها نحطها من فوق باش نتفادى معناها نحط من اللوطه وصحيحه خدمتك جيست الكونديسيون تبدلوا اللوطه ما يبقاش ان وان زين ولي ان يعني علاش قلت لكم راه تتحكموا فيه الكونتور راك الكونتور هذا كيما كنت حاطه صفر بدلت وان زين باش نحط الكونتور نتاعي من فوق وما نبقاش نكتب ان ولا نجم تعمل زيرو تعملها لهنا تحبطها يعني في بلاصه تحطها تم تحط لك لهنا بالضبط تحت الجيسكا قبل الجيسكا بالضبط لهنا وهذه تبدلها في بس ان وان زين تعملها ايه
واضح باهي. لهنا الاكرير شنو باش نكتبو؟ اكرير باش تعمل اكس فيرجيل الميساج اكزيست دون لو تابلو تي اكزيست دون لو تابلو تي. هذا الميساج الاولاني. و سينو باش تعمل الميساج تي اكزيست والثاني سينو اكرير x n'existe pas dans le tableau. Si on a كان الإليمان في مثلاً في الأول ولا في الوسط هو نفس الـ x باش خرج لي بري كان لقيناه في آخر الـ آخر التابلو معناها هي خارجة بري وإل معناها إكزيست في التابلو ولا إكزيست با. لا شو إذا لقيتو مهميش وين لقيتو كي نلقاه في أول الإليمان في الوسط في الآخر الإليمان يخرج لي بري. إذا كملت التابلو كامل وما لقيتش فيه حتى إليمون يعني في السي هذه ما دخلت لي حتى مرة سي تو دي إيكالا إكس ما دخلت حتى مرة التيست بطبيعتها باش تبقى فوق وباش نخرج. واضح ولا؟ دونك أنت شنو هو؟ باش تبقى تستي التابلو كامل كان لقيتي من الأول باش تخرج طول تقول لي صاي لقيتو. كان لقيتو في الوسط كيما 5 لهنا مثلا تخرج في وقتها وفي الاكزامبل مثلا حطيت لك 20 قبيله في الاكزامبل هذا كملت تابلو اخر اليمون 108 172 تستيتو ما لقيتوش نحبس تام صاي كملت التابلو كامل وما لقيتش يعني التيست ايكال فو يعني مش يخرج لي ميساج فين. واضح؟ وبرد يا جماعة حتى كان اللي لقى إشكالية تو راهو بطبيعة انتوما علاش لقين صعوبة في الخدمة في تاع لي زيكزارسيس راهو أي واحد ما من الأول قبل كنت كيفكم راهو. أما شنو شفت شنو اللي يخليكم تتحسنوا مع الوقت؟ هو كثرة الخدمة تاع ليكزارسيس كيما أنت شفت تحضر في المات في الفيزيك وفي السيونس في الحكاية هذيك. أعطي حتى شوي وقت للبروغراماسيون في عام كامل تو تشوف الفرق مع الوقت. قد ما تخدم اكزرسيسات وقد ما تخدم تيبيات وبطبيعة مش طريقة معناها. علاش قلت لكم تو ما تخممش في الريزوليسيون خمم فقط كيفاش حليناه الاكزرسيس. يعني كي تشد لي انت كي تشد لي لهنا في الاكزرسيس هذا برك تشد لي اللي قلت لك عليه انك تسيبوزي انه موجود وتبدا تستي في وسط البوكل ايزي هذاك اللي حاجتي بيه. اما الاكزرسيس راه من الاكزرسيس اللي الاكزرسيس يتغيروا جيست طريقه الريزونمون اللي تكتسبها تو. معناها شفت انت اي اكزرسيس باش يجيك على الريشيرش مستقبلا خمم في حاجه كيفك. واضح؟ دونك ما تجيش تو كي تلقى صعوبه في الاكزرسيس هذا ولا ما فهمتوش بالبيه تحبس تقول صايي وما عادش نجم. لا اي واحد راهو باش يجيو اكزرسيس ما يفهم منه حتى شيء معناها باش تحط في مخك انت مي قد ما تخدم هاني نعاودها لكم قد ما تخدم اكزرسيسات وقد ما تفهم اكزرسيسات راكم باش توصلوا بحول الله. اما فقط شوي صبر وكان بي يا نعم انا لأن عليك تستكو ونحن كودي ونضغط رو معناه ونضغط رو معناه سامحني عاود سؤالك شو أحنا بعناه نضغط كودي ونضغط إكس معناه تستكو بري علاش تستكو لولاني علاش عملناها فوق به لح ولا ولا هذه علاش عملناها فوق؟ اش قلت لكم تو؟ قلت لكم راني سيبوزي عملت سيبوزيسيون كيما في الاكزرسيس نتاع الماكسيموم والمينيموم عملنا سيبوزيسيون انو ليليمون الاولاني هو الماكسيموم ونبدا نلوج كان لقيت اول اي واحد اكبر منه راه هو الماكسيموم نبدل نفس الشيء هنا نسيبوزي انه ليليمون اللي لوج عليه الاكس سيبوزيسيون في مخي انه مش موجود
فو معناها مش موجود اللي ما في التابلو. انا بدي ندوش وقت اللي نلقى باش يولي دري. واضحه الفكره شنو عملنا نحن؟ أيوة. يعني ديما انت تسيبوزي من الاول جيست سيبوزيسيون باش تعمل يعني ما تشوفش تيست يعني ما تجيش تشوف تيست ايجال فو ولا تيست ايجال حاجه تدخل بعض راي سيبوزيسيون من الاول يعني سيبوزيس انه ليليمون هذاك مش موجود بيت بطبيعه بطبيعه يا جماعه نفس الشيء الاكزرسيس هذا تعملوله نفس الشيء تعملوا له البيبون مرة جاية بيه مسيو نعم. في تديو تيست النوع بتاعها بوليان ايه بالضبط في التديو لهنا يا جماعة كالعادة التابلو كما عملنا قبيلة تي سيتان تابلو دو قديش قيلك هون دو ان انتي وإلا دو فان انتي تابلو de 20 entiers. علاش عملت 20 يا جماعه؟ لانه التابلو ماكسيموم باش يتعبى فيه 20 اليمون وانا نعطيك لو ماكسيم تاع الان قداش نجم تكون 20 دونك انت اعمل على الماكس هذيك حاجه شنو عملنا لي زيليمون تاعنا عملنا الان سي تان اونتي الاي سي تان اونتي الاكس سي تان اونتي هو كاهو والتيست سي تان بوليان هذا ما لي فاريابل نتاع تي دي اون تاع باهي كالعاد ما تنسوش ال البايثون نتاع ليكزارسيس دونك عندكم 34 33 32 في بالي الكل باش تخدمون هما البيتون على اللوجيسيل باهي 35 مانيبيلاسيون نتاع التابلو اش قالك لهنا دوني الالغوريتم دان بروغرام نومي ارمسترونغ خدمناه في بالي ليكزارسيس قبل مي مش على التابلو خدمناه جيست اكزارسيس صغير كي بيرمي دو سيزير لا تاي دو تابلو ان ان محصورة ما بين الاربعة و الخمسطاش رومبلير ان تابلو تي بار ان اون تي سيبوزون بوزيتيف دو تروا شيفر شاكين احنا باش نخدموها بالطبيعة افيشي تو لي زونتي دارمسترونغ كي ستروف دون لو تابلو تي نوتي بيان لهنا ان اون تي اي دي دارمسترونغ سيلي égale à la somme des cubes de ces trois chiffres. Exemple d'entier, je m'en ai Armstrong qui a cerné à Kabal, un nombre de chiffres qui sont 3 arcades, et qui t'ajma l'ahed ou 3, مع العشرات ou 3, مع المئات ou 3, le majmou en taïhom, il y a égal à numéro de chaque ذات. Bé, نبدو واحدة واحدة. أول حاجة باش نعملو سيزين تاع التابلو تاعنا. التايم تاع التابلو ان كيفاش باش نعملو لو سيزي لهنا يا جماعه ريبيتي ما دام عندنا كونديسيون اوتوماتيك من غير لا تخمو دونك ريبيتي جيسكا ريبيتي جيسكا نحط لهنا ريبيتي جيسكا وين قالك ما بين الكات والكام بي يير تي دي اي لهنا نعملو لير نتاع لير ان يا جماعة ليش تي دي اي ما هو يحب هاد التاي لا ثم شكون قال لي تي دي اي علاش تي دي اي يا جماعة لأن أنا مازالك الان تاي برك التي دي اي هو ليليمون راهو واضح يا جماعة مازلت نقرا في التاي راه دونك ما دام التاي قال يقراه محصور دونك الان محصور بين الاربعة و 15 بي الثاني باش نعبي التابلو بار ان اونتي ولازم لي شيفر نتاعو يتكونوا من ثلاثة ارقام عندنا كونديسيون لهنا ولا لا لا علاش ما عندناش عندكم بس تروا شيفر شكرا هذه مش كونديسيون كونديسيون دونك لازم نريبيتي جيسكا في الرومبليساج مي لهنا بالطبيعه
شقولنا نحن ريبيتي جيسكا فوست البور فوست البور سكر واحد الحل سكر التليفون ولي ذابري برم فور اي دو زيرو اقديش هاي ها إن موانزا فير بي إن موانزا فير مش نعملو فوستها ريبيتي جيسكا فاهمين علاش ريبيتي جيسكا قلت بس الكيف نعم مش عندنا الكونديسيون شنو هو علاش إن موانزا نحنا قديش فيه من إليمون مو إن إليمون كي نبدو من الزيرو بطبيعة باش ناقص انتو ما قريتو السويت تقدر حاجة اسمها سويت سويت اريتميتيك جيومتري النمبر دو تيرم نتاع هذي قديش ان موان زان موان زيرو بلوس ان قديش باش تجيك هذي باش تجيك ان ها وينو ان اليمون وكي نحطوها ان اش تتولي كي نحطوها هذي ان تتولي لي ان بلس ان بلس ان تيرم دونك غالب احنا هو قالنا في الاكزرسيس قالنا ان تيرم ان اليمون واضح ولا ماكم قريتو سويت ولا مش واضح باهي دونك لهنا شنو العمليه لازمنا ريبيتي علاش ريبيتي لان عندنا كونديسيون على لي زيليمون قالنا لازمهم دو تروا شيفر جيسكا بوزيتيف لا قال لك سيبوزون بوزيتيف دو تروا شيفر هي كي دالك دو تروا شيفر معناها مين مين لازم يكون سوبيريور زيرو دو تروا شيفر اش معناها هيا كيفاش باش نعملوها دو تروا شيفر محصور ما بين محصور ما بين هي بين 199 صحيح 99 هذه هي عملنا الرومبليساج نتاع التابلو نتاعنا عبيناه ديزيليمون كل اليمون فيه 3 شيفر يعني كل تا كل اونتي اشتلديه ما بين 199 توا لازمنا نلوجو عليهم ديزيليمون ارمسترونغ ونعملو لهم في شاش كيفاش يا جماعه باش نعطيكم اكزامبل بالديفو المودو باش نعطيك هك نفترض هذا التابلو نتاعي مثلا هذا 100 وتني هذا 153 هذا 101 هذا 732 والبقية هون هم معدين المهم هذا تي 0 1 2 3 4 ليه أول حاجة شنو باش نعمله باش ناخذ لي ليمون ولاني شنو باش نعمله باش نلوجلو على الاحسن باش نلوجلو على السونتين والديزاين والينيتي السونتين نتاعو واحد والديزاين نتاعو صفر والينيتي باش نعمل القوة ثلاثة واحد قوة ثلاثة مع صفر قوة ثلاثة مع اثنين قوة ثلاثة قديش باش تعطيني باش تعطيني تسعة اثنين قوة ثلاثة باش تجيني ثمانية مع واحد تسعة باش نقارن التسعة هذه هل أنها إيجال 102؟ لا مادام مش إيجال دونك ني با أرمسترونغ ما نافيشيش الأولين نتعدى اللي بعده كيف كيف نطلع له الأحاد والعشرات والمئات ونعملهم قوة ثلاثة كل واحد ونجمعهم مع بعضهم كي نلقاهم نفسها هي 153 نافيشي سينو نتعدى اللي بعد واضح العملية شنو باش نعمله ولا واضح باهي نعم سيبوزي هنا سيبوزي شنو باش نسيبوزي؟ طب
تبدا من بوك بوك كور لحظه شنو باش نسيبوزي لهنا تيست نشدو مثلا تيست شنو اول كاز نخرج الاحد والعشرات في الاحد نتاعنا اي هذيك ما تصابيش ما تسميش سيبوزيسيون هذيك جي كنت باش تخرج الاحد والعشرات والمئات هذيك ما تسميش سيبوزيسيون هذيك باش تهز انت كل عدد تهز له الاحد والعشرات والمئات نتاعو تعملهم قوة ثلاثة وتجمعهم وكي تتحصل تقارنهم بالعدد نفسه كان لديكو نفسه طفي شي سين ولا بيه دونك باش نفركوري التابلو نتاعي كيفاش نفركوري التابلو بالبوك البور لأني نعرف التايم نتاعو بور اي دو زيرو ا قديش ان موانزا ب شنو باش نعمل هنا الاحد والعشرة هاي كيفاش باش نطلع من الاحد والعشرة بدي فوق كيفاش اي برون اي سيو خلص بتدي كل تدي كل تدي ب توا نجمع الصوم نتاعي باش نحطها في بياض تيس مثلا باش نسمي سي فوا سي فوا سي مع دي فوا دي فوا دي مع اون فوا اون فوا اي شنو باش نعمل؟ سي خاش بالبوسون نعم ما سمعتكش علاش ما خدمتش؟ قوة لا عادي تنجم تخدم الفونكسيون بريديفيني عادي نورمال انا دي نعرفوها هوني سيت وسيت وسيت جي قوة ثلاثة ما نقلكش ثم دي فونكسيون بريديفيني كيما الباو كيما حوايج اخرى ما نقلكش تنجم حتى تخدم هذي بي من بعد لا خدمنا حسبنا الصوم شنو باش نعمل يا جماعه نعمل سي اس ايجال تي دي الور اكير T de I alors écrire وهكا يكون كمل الأكثرية تجيك مع البوك الريبيتي كما قلت لك ولا طونك الأكثرية مثلا كيما ريشيرش ما نعرفش موجود ولا نسيبوزي أنه مش موجود ونبدا الأول الماكس والمين نسيبوزي أنه مش موجود نسيبوزي أنه الماكسيموم لوليني ولا ذاك ونبدا الأول نفس الشيء إذا عندك حاجة فيها سيبوزيسيون في مخك لأنه شنو باش نسيبوزي أعطيني أنت كي نجي نقول نكتب تيست رسوا غري اش معناه سي بوزيسيون هذه شنو تعني
يعني انه اس ايجال تي دي اي يعني اس ايجال لا ما عندها حتى دخل هذه اس ايجال تي دي اي نحن بطبيعتنا تي دي اي عنا كي تجي تقول لي اس رسوا تي دي اي تي دي اي بطبيعتها عنا فهمت ولا كان جبت حاجه مجهوله وباش تتبدل مع الوقت عندك الحق لهنا مي باش تقول لي اس رسوا تي دي اي ونحن تي دي اي بطبيعتها مش تتبدل اول حاجه مش باش تتبدل خليني مو تيدو اي بحد ذاته لاني باش نزوج له على سنتين ديزين وانيتي ونتسليه بالتيدو اي صوم هذاك معناها ما عنده حتى تاثير شكون عنده سؤال في الدرجين المنزل ذلك ذا شي بعد ما نكملوا اليوم التابلو وبعد ما نكملوا البروجرام بعد نفصل ياتا صعيب شوي نحن اصلا كملنا تولي تابلو شنا نعطيكم سيري إن شاء الله على دي تابلو باش نشوف سيري ذكروني من هنا نعود وحاول أبعث لكم ونهار لحد نبدو في اللي سوبر جرام بعد ما نصلحوا سيري نتاع التابلو إن شاء الله شكون عندك سؤال؟